السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو من الله أن يكون الجميع بخير. اليوم جيت نتكلم معكم على واحد المشكل ديال هاد الكسيوات اللي كيتشراو جاهزين. أنتم كيف كتشوفوا السرفالة هكذا على الحد، الخياطة كذلك. هنا هذا هو المشكل ديال لما كتشريو كسيوة أو لأي حاجة مخيطة، مثلا البنية أو السيدة أو حتى السيد هو الرجل، كتلبسوها مرة جوج المرات كتمزق من الخياطة، لأن السورجي أو السرفالة هو اللي فيه الإبرة ديال الخياطة فقط، ما كيخيطوش بعيد شوية على هاد السرفالة، ولهذا كتمزق بسرعة. وهذا هو المشكل ديال الملابس الجاهزة، ماشي كل شيء، كاين اللي تبارك الله كاين اللي بتقونة. وهنا هاني كنخيط، كنفوت هذيك السرفالة بتقريبا نصف سنتيمتر أو أقل، مهم باش ما تمزقش مرة أخرى. هما هاد الملابس كتكون زوينة حقيقة، كتكون زوينة والفصالة زوينة، ولكن هذا هو المشكل ديالو الخياطة، أي ما كيديروش ديك الإبرة الثانية ديال السورجي أي آلة السرفالة. المهم هنا غادي نخيط معكم هاد الكسوة أي الفستان، وهانتوما غتبقاو معايا تشوفوا كيفاش غنخيطو. غير هو كنفتح واحد الباب، جات الظروف باش نفتحو. علاش بنياتكم ما تعلموهمش في هاد العطلة؟ هما خداو العطلة الصيفية، سافروا بهم شوية يفوجوا، ولكن ماشي العطلة الصيفية كاملة غادي يبقاو يتسارعوا ويعملوا الجولات، لا، نستغلوها. راه كاين اللي كيستغلها حتى في الدراسة كذلك، وكيستغلها هكا في الأعمال اليدوية. ما عندكش ماكينة أي آلة خياطة، ممكن تدير الخياطة باليد ديالك، وما تخلوش هاد العطلة تدوز هكذا خاوية. ما كيتعلموش الوليدات منها، راه العمر كيمر بسرعة. مثلا حنا لما كنا صغار ما كيعلموناش والدينا في العطلة شي حاجة، حنا اللي كان عندنا داك الميول ديال أننا نمشيو غير في المنازل ديالنا، والصديقات كيتجمعوا وكيتعلموا شي حاجة. تبارك الله كاين الرسم، كاين الريزن، كاين الخياطة، كاين الطرز، كاين الكروشي، كاين بزاف د الحوايج، كاين الراندة. المهم الفتاة بالأخص اللي تعلمتها راه مزيان. بحال دابا الأطفال كاين اللي كيمشيو عند شي صانع، راه ماشي عيب كيمشي عند صانع كيتعلم شي حرفة كتفيدو، ماشي ما كتفيدوش في الحياة ديالو. مثلا لما كيكبر وكيتزوج كيولي هو واخا كتكون عندو خدمة أخرى أو صنعة أخرى، كيدير هذيك الصنعة لنفسه هو، ماشي كنقول أنك يربح منها الفلوس أي المال، ولكن نفسه هو. هادشي اللي كانوا تبارك الله كيديروا الفتيات والشبان أي الوليدات. أما هاد الشي ما بقيناش كنشوفوه الآن، ولينا كنشوفوا الأطفال كيبقاو يلعبوا في الشارع أو لا هازل الهاتف. هاد الهاتف ما خلى حتى حد يدير شي حاجة. راه كنتكلم على النساء ونتكلم مع الأطفال ونتكلم كذلك مع الفتيات. نقصوا شوية من هزان ديال التليفون، إلا إلا كنتو كتستافدوا منه، حتى هو راه كيستافدوا منه الناس وكي يتعلموا منه. هو عنده سيف ذو حدين، عنده حاجة مزيانة وحاجة ما مزياناش، ولكن نتوما خدوا من هاد الهاتف أي هاد الانترنت،
خدوا الجانب الإيجابي، ما تتبعوش الجانب السلبي لأنه غيضركم حياتكم. المهم دخلوا شوفوا اللي يفيدكم، هادشي ديال التعليم ديال اللغات، التعليم ديال شي صنعة، كل شي موجود الحمد لله. واللي مسك عليه الله غيقدر يدخل مدارس كيكونوا هكا في العطلة، مدارس كيتعلم فيها اللغات ولا كيتعلم فيها حتى الصناعة التقليدية أو العصرية اللي بغيتو. المهم أنا هذا غير باب فتحته معكم، لأن كنشوف أن الشباب كيضيع هكذا، وكاين اللي كياخد زعما الشهادة وما كيكتبش لله أنه كيخدم. إذا من هنا كتكون عنده ديك القابلية أنه ولو يشد الشهادات كيعاون راسو بهاد المهن أو هاد الصناعة التقليدية أنه عنده في يده. ماشي الإنسان حتى كيكبر وما كيقدرش يدير شي حاجة، اش كيقولوا التعليم في الصغر كنقشي على الحجر، والتعليم في الكبر كنقشي على الرمال. أي حاجة تعلمناها وحنا صغار رحنا كنشدوها وكتفيدنا ونستفدو منها. أنا فتحت معكم هذا القوس لأن كنشوف كاين الشباب والشابات اللي خداو الدبلومات وما خدموش وبقاو عالة على الوالدين ديالهم، أي ما عارفين ما يخدموا، ما عارفين لا صنعة لا حتى حاجة، وكاين اللي ما كيرضاش. إذا من الصغر نعلموهم باش يرضوا بهذا الشيء بالواقع. وعلموا وليداتكم يعتمدوا على رؤوسهم في أي حاجة، لأن راه كنشوف أنا كاين اللي باقي الآن لا بغى يطلع شي ورقة، أي مشي إدارة كيمشي الأب أو الأم، والوليدات جالسين في الدار. لا، علموهم لأنهم غيكونوا هما رجال الغد ونساء الغد، ما غتبقاوش حيين ليهم أنتوما بعد عمر طويل. كاين دابا اللي غيقول الصنعة راه ما كتوكلش، ولكن الصنعة إلا ما غنات اش كدير؟ كتستر، أي ما كتخليش الواحد مد إيدو الوالدية ولا أي حد. المهم الدراسة مهمة لأي شخص، لا بد من الدراسة، لا بد ما تقراو مزيان، لا بد ما تشدو الشهادات. ولكن أنا كنقول في الوقت اللي باقي ما خدمش الإنسان لا بد ما يدير شي حاجة، ولكن يدفع لأي بلاصة عجباه، وفي الوقت الفراغ أو قبل ما يخدم يدير شي حاجة، وما يبقاش معتمد على ناس اخرين او والديه. شويه ينقص على الوالدين ديالو من عبء الحياه، لان كل شيء اغلى، والوالدين الله يكون في عونهم كيولدوا وليداتهم باش يهزوا رؤوسهم. اي انا كنتكلم اي المصروف اليومي ديالو، اي ارجون دو بوش كيف كيقولوا الفرنسي. والمهم هنا نتمنى ان الكل يفهم كلامي ويدير بيه، وحتى الوالدين حفزوا وليداتكم باش يتعلموا شي حاجه، راه ماشي عيب الصنعه. ودائما قبل ما نقص اي حاجه خصني نشوف واش السيده ولا البنت واش هذاك الشيء قدها. الا كان قدها راه ما يمكنلكش تنقصي، مثلا هنا نقدر نقص من العرض هكذا، ولكن الطول ديال الكسوه من هنا هاد لي بوندليت هادو ما نقدرش نقصهم الا كانت ما طويلاش على الكسوه. اما الا كانت طويلة على الكسوه راه نقدر هكذا نخيط من هنا ولو غير اقل من نصف سنتيمتر، لان هادو كيف قلت لكم راه كيتمزقوا. هادي راه تمزقت، هذاك الشيء اللي جابتها ليا تمزقت لها من الجانب هنايا، هذاك الشيء اللي جابتها ليا وشفتوا راني درتها لها من الجوانب هكا حيت هي عريضه على شويه، ولو انها راه عاجبها، ولكن خصنا نلقاو شي حل. اذا هاني درت ليها هكا تقريبا نصف سنتيمتر، ها هو دخلت ليها هنا نصف سنتيمتر في الطول ديالها كامل، ولكن العرض هنا بالنسبه لهاد لي بوند، هاد لي بوند هادو نقصت ليها من هنا، قصت ليها من هنا التحتانيه، ولكن راه
قد عندها، ما يمكن ليش نقص ليها من هنا ومن هنا الا حتى نشاورها، لان سميتو انا ملي لبستها جاتها قد ما يمكن ليش. وهنا راه ما كاينش مشكل بالنسبه لهاد الكتاف لي زيبول، هكا هذا هو الكول لي زيبول، هنا راه نقصت ليها ولكن على الحد شويه. ها نتوما هنا الحد وانا نقصت ليها هنا شويه، وهنا التركيز هاد الدوره، هاد الدوره حتى هي نقصت ليها وصافي. هو هذا والكسيوه هي دايره زوينه، ولكن واحد المشكل انه داكشي اللي كيتباع لان داكشي تجاره ديال الربح ماشي كي. وهما اصلا السورجي، اصلا السورجي ما كاين، السورجي راه كاين فيها هاد هكذا الابره ديال هنا، وكاين حتى ابره ديال هنا ديال الخياطه كتجي هنا الخياطه شويه، ولكن كيحيدوا ديك الابره وكيديروا هكا الخياطه. وهاد الخياطه الا كانت هكذا راه دغيا كتمزق، دغيا كتولي تبان لك تقابي هنايا في الجانب او اي وهنا في الابط ولا اي بلاصه فهمتوا. وهذا الشيء كامل لان كيتباع داك الشيء ماشي غالي، بحال مثلا مشات عند الخياط، مشات عند الخياط راه غادي يخيطها بالثمن. اما هادو كيتباعوا ولو ان ماشي بزاف، راه ما كاينش شي فرق ما بين الثمن اللي كيتباع فيه السوق والثمن اللي باش كتطلع عليها. غير هي الثوب، شوف الثوب بشحال غتشريه، هذا الشيء اللي كاين. اما الثمن ديال الخياط راه ماشي بزاف باش كيصاوب هاد الكسيوات. والكسيوه هي هادي، عندها الصديفات هنايا العقيدات هادو كنقول الصدفات، وعندها الكول هكذا هانتوما كيف كتشوفوا كاين هاد الكول هكذا اوفيسي. والكميمات هاهم عندهم هاد لاستيك، ها هو الاستيك وصافي. وهنايا راه ماشي حتى لتحت هاد الصديفات، الصديفات غا تقريبا حتى فوق الركبه الصديفات. والمهم هاد الكسوه ها هي فينا هي تا هي وسميتو عاتاني حتى الكسوه الاخرى تا هي واحد الكسوه تا هي في لون اخر باش نصوبها ليها. ولكن والله يكون في عون الخياط مسكين، دابا ولا كلشي كيتشرى من السوق. الخياط عنده مسكين الكرا وعنده كلشي، ماشي كندوي على راسي انا ما عندي لا كرا لا والو الحمد لله، ولكن الخياط كيكون عنده الكرا، كيكون عنده الخدامه معاه، الخياطه معاه، اللي كيديروا يخيطوا، اللي كيديروا فينيسيون ولا شي حاجه مساكن. انا كنعرف كاين اللي يسد مسكين، بالنسبه للمدينه عندنا هنايا كاين اللي يسد، لان دخلوا هاد الحوايج اللي كيجوا مستعملين وهذا الشيء اللي كيتباع حتى في السوق من جديد حتى هو. صافي الخياط ما بقى عنده ما ياكل مسكين، الله يكون في عونه. ايوا هو هذه الكسيوه ها هي. وبرعوا بنياتكم، برعوا بنياتكم، راه ما كيطلعش هذا الشيء غالي عند الخياط، والخياط كيخيط لكم شي حاجه زوينه صراحه، ماشي كيدير بحال هكا، لان هذا الشيء ديال السوق راه غير كيتشرقوا وتلوحوه. لان شكون اللي ما تلوحوش هي اللي كانت خياطه، اللي كانت خياطه وبنيتها شرات لها من السوق ولا شي حاجه تقدر تخيطها لها هي ولا شي حاجه. اما الا ديتو لشي حاجه الخياط راه يحسب لكم الثمن، اذا هي ما هي. ايوا ما شاء الله خلاص. وشكرا على المشاهده ودمتم في رعايه الله، والى الملتقى ان شاء الله فيديو قادم، مع السلامه وشكرا للجميع. والمهم هي هاتي انتم كيف كتشوفوا هي كميمات وهذا الكول وصافي. هو هذا وهذا غير ما مصلوحاش.